طيب لسه مكملين مع حضراتكم واحنا بنتابع تداعيات الطقس السيء والامطار والسيول اللي شهدتها بعض المحافظات. خلينا نروح نطمن على اسكندريه من اللواء محمود نافع رئيس شركه الصرف الصحي بالاسكندريه. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ محمد على حضرتك وعلى الاستاذه بتانت وعلى الساده المشاهدين جميعا. يا اهلا بسيادتك، اخبار اسكندريه ايه؟ كل خير الحمد لله. والله يا فندم سيادتك بتكلمني والحمد لله، يعني فضل ربنا عظيم علينا النهارده، الشمس مشرقه والدنيا جميله واسكندريه زي الفل الحمد لله. اسكندريه دايما جميله في كل حالاتها، حتى في المطره، حتى في يعني في الطقس السيء، هي اسكندريه جميله. ربنا يبارك في حضرتك. يعني الامطار كانت كتيره بس اسكندريه متعوده على النوع ده من الامطار، ازاي تم الاستعداد ورفع حاله التاهب بقى قبل الطقس السيء؟ والله حضرتك احنا من يوم الجمعه من اول امبارح يعني جالنا الانذار من هيئه الارصاد ان في تقلبات جويه، رفعنا الحاله من صباح الجمعه. يعني يوم الجمعه كله كان الحمد لله الامور شبه مستقره، يعني بالليل بعض الامطار الخفيفه بدات فجر السبت، الامطار من الساعه 5 صباحا تقريبا خفيفه ومتوسطه، وجت على الظهر بدات في غزاره شويه في غرب اسكندريه على حي العجمي وحي العمريه وعلى الطريق الصحراوي. انما الحمد لله بفضل الاستعداد المسبق يعني من عناصر المحافظه بالكامل، كل الاجهزه التنفيذيه وسياراتنا اكثر من 100 سياره منتشره واكثر من 40 بداله منتشره على مستوى المحافظه، الحمد لله ما حصلش اي مشاكل او اي اعاقه مروريه على مستوى المحافظه بالكامل. طيب ده عظيم جدا. غرفه العمليات هل تلقت اي اتصالات او شكاوى من المواطنين؟ لا والله الحمد لله، احنا بقول لحضرتك يمكن عندنا غرفه العمليات غرفه يعني مشتركه بين الشركه عندنا والمحافظه والعمليات النجده وعمليات المرور وكل شركات المرافق، كلنا على شبكه واحده في اللاسلكيه وعلى موقع على الواتساب بنتواصل مع بعض وبنتعامل مع بعض. يعني بعض التجمعات البسيطه اللي حصلت وتم التعامل معها في حين وعلى طول، ما سببتش اي عقل الحمد لله. كان في تجمع على محور المحموديه بجوار النقل والهندسه، تجمع بسيط كده وتم رفعه على طول يعني. طب نطمن بقى الاهالي، النهارده الدراسه كانت شغاله عادي؟ الحمد لله، بقول لحضرتك الدراسه شغاله عادي والشمس مشرقه واسكندريه كلها جميله بفضل ربنا الحمد لله. اسكندريه جميله دايما. شكرا يا فندم. كل الشكر ليك يا فندم اللواء محمود نافع رئيس شركه الصرف الصحي بالاسكندريه.